في زيارة لم يعلن عنها مسبقاً، توجه الرئيس السوري بشار الأسد الثلاثاء إلى العاصمة الروسية موسكو في زيارة خارجية هي الأولى له منذ بدء الأزمة في سوريا. التقى خلالها نظيره الروسي فلاديمير بوتين وناقش معه استمرار العمليات العسكرية والجوية الروسية ضد الإرهاب في سوريا. الأسد أعرب لبوتين عن تقدير الشعب السوري للدعم الروسي بهذا الخصوص، وأطلعه على الوضع في سوريا وخطط الجيش السوري وسير العمليات العسكرية. الإرهاب الذي نراه منتشراً اليوم كان يمكن لولا قراراتكم وخطواتكم أن يكون أكثر انتشاراً وأكثر ضرراً، ليس فقط في منطقتنا وإنما في مناطق أوسع. في هذا الإطار أكد مشاركتكم الأخيرة وإعلانكم عن جبهة من أجل مكافحة الإرهاب، ولا أحد يفكر بمشاركة عسكرية إلا إذا كان لديها بالنهاية هدف سياسي يخدم هذا الشعب. وبكل تأكيد يجب أن يكون هدف سياسي الذي يقرره الشعب السوري مستقبل سوريا بالشكل الذي يراه هو هدفنا جميعا. وأؤكد كما تؤكدتم أنتم في أكثر مرة بأن هدف هذه العمليات التي تقومون بها والتي نقوم بها نحن أيضا في سوريا هو ضرب الإرهاب، أولا لأنه خطر على الشعوب، ثانيا لأنه هو العقبة في وجه أي خطوات سياسية حقيقية يمكن أن تحصل على الأرض. بالمحصلة كل الشعوب تطمح للحرية، وكل الشعوب تطمح لأن تكون هي المشاركة في بناء أوطانها وليس فقط المسؤولين في أي دولة من الدول. الرئيس الروسي أعرب بدوره عن استعداد بلاده لتقديم المساعدة في التسوية السياسية للأزمة السورية، مشيرا إلى أن الكلمة الحاسمة في التسوية يجب أن تكون بلا أدنى شك للشعب السوري. وعلى أساس طلبكم نحن بدأنا في الضربات الجوية ضد الإرهاب اللي ينتشر في المنطقة ويقوم بالحرب ويقاتل الشعب السوري في الأونة الأخيرة ضد الإرهاب الدولي من جميع البلدان في انقلاق شديد في عدة بلدات للعالم للمحاولات الإرهابيين احتلال على الأراضي الشاسية وانقلب الانقلاب الأوضاع في هذه المناطق. وأكد بوتين أن روسيا مستعدة للتعاون مع الدول الكبرى والإقليمية الأخرى المعنية بحل النزاع السوري سلمياً.